انطلقت منافسات البطولة العربية للجودو ضمن المهرجان الرياضي بمدينة العلمين، والمقرر لها الفترة من 24 حتى 30 من أغسطس الجاري للفئة العمرية، البراعم والشباب والناشئين. مزيد عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود، ماذا عن البطولة العربية للجودو وأيضا أهم الفعاليات بالمهرجان اليوم؟ أرحب بكم من مدينة العلمين الجديدة، لازلنا نتابع معكم الفعاليات المختلفة، ربما الأجواء حماسية من الجمهور الآن في بطولة الجودو، الانطلاقة القوية لبطولة الجودو في النسخة الثانية التي تضم 10 دول عربية بمشاركة ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة من مختلف هذه الدول. بدأ حفل الافتتاح منذ قليل، ثم بدأت يعني المباريات الخاصة بالجودو بوجود اللاعبين المختلفين، وكان هناك كلمة لرئيس الاتحاد العربي للجودو الذي وجه فيها الشكر لمصر ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة بطولة الجودو العربية للعام الثاني على التوالي في مدينة العلمين الجديدة، وتقديم كل الدعم للوفود العربية المشاركة. وأيضا رئيس الاتحاد المصري للجودو قدم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها لهذه البطولة وعلى حرص إقامة هذه البطولة العام الثاني على التوالي. ربما سأضعكم الآن في صورة حية لما يحدث الآن في هذه الأجواء الحماسية الشديدة. ربما الآن في هذه المباراة الأولى أو اللاعبتين خلود محمد وسما رمضان من مصر يمارسون الآن الأجواء الخاصة بهم أو المباريات الخاصة بهم، بالإضافة إلى على الجانب الآخر أيضا دولة الكويت وأيضا مصر يعني يواجهون بعض المباريات المختلفة في الجودو، بالإضافة إلى هنا حالة الجماهير الموجودة، إقبال جماهيري غير عادي من مصر ومن الوفود العربية المشاركة في هذه البطولة، وهناك حالة تشجيع كبيرة، حالة للمنافسة الشديدة بين كل المشاركين وتشجيع اللاعبين على أرض مدينة العلمين الجديدة. وربما تحدثنا مع بعض المشاركين من دولة الكويت وتحدثوا عن أيضا مشاركتهم للعام الثاني على التوالي في بطولة الجودو العربية في مدينة العلمين الجديدة، وأيضا الحديث على جمال وعظمة مدينة العلمين واستضافة أيضا البطولة للعام الثاني على التوالي وروعة التنظيم في هذه البطولة. ربما بطولة الجودو هي من أهم وأقوى البطولات العربية التي تقام هنا في مدينة العلمين الجديدة، والحقيقة كل الأجواء مهيئة لاستقبال هذه البطولة سواء من أجواء التنظيم أو أيضا الأجواء الحماسية بين المشاركين. بالإضافة إلى بطولة الجودو أيضا تستمر الفعاليات المختلفة في مدينة العلمين الجديدة سواء بكورال الجامعات أو الحفلات الفنية التي ستقام على المسرح الروماني في المدينة التراثية، أو أيضا استضافة المنطقة الترفيهية في مساء هذا اليوم لبعض فرق الفنون الشعبية والتنورة والتراثية. فبالتالي كل الفعاليات لا تتوقف، المشاركون هنا في بطولة الجودو من مختلف الأعمار، الناشئين وأيضا صحيح البراعم والأطفال، وهناك المشروع القومي للناشئين الذي يتم دعمه وتأهيل الفتيات وأيضا الأطفال المشاركين في هذا المشروع لبطولة الجودو. وربما رئيس الاتحاد العربي للجودو تحدث عن الدعم المقدم لكل هؤلاء اللاعبين المشاركين وكل الدول المختلفة العربية المشاركة في بطولة الجودو، والحديث أيضا عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة بشكل عام وللرياضيين، وتقديم كل الدعم لوجود هذه البطولة في صحيح العام الثاني على التوالي على أرض مدينة العلمين الجديدة. إنجاز مهم وإنجاز كبير جدا يضاف لإدارة المهرجان وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استضافة هذه البطولة ووجود كل هذه الأجواء الحماسية، جمهور كبير جدا، مشاركة كبيرة جدا من الوفود العربية المشاركة، وبالتأكيد بنتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة، ويمكن أجواء مستمرة حتى نهاية هذا اليوم، وهذه البطولة مستمرة معنا حتى 28 من أغسطس الجاري، وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الأجواء الجميلة التنافسية في بطولة الجودو العربية.
الرياضية التي تقام للعام الثاني على التوالي على أرض مدينة العلمين الجديدة وضمن النسخة الثانية لمهرجان العلمين الذي يعني تنوع بعدد كبير من الفعاليات واستقطاب أكبر عدد من السائحين والزائرين لمهرجان العلمين الجديدة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك الزميل محمود جميل على هذه التغطية الخاصة بالعلمين وبهذه المسابقة، شكرا جزيلا لك.